كباب بتاخد انهي قطعيه عشان تعملها كباب؟ ما بتاخدش الا ايه غير الريش بس، يعني من الخروف كله ممكن هو الريش بس اللي ياخدوه كباب؟ لما في شغال مندي اللي شغال مندي دوت بياخد برضو الرقبه، بياخد الزيت، بياخد اللي هي الرقبه دي. ده اللي شغالين مندي، انا بتكلم الكباب دي بقى. ما هو الكباب كده، الكباب دي اللي هو اللي بيشوي على الرقبه بياخد ريش. هياخد ريش؟ بياخد ريش بس. دي اكتر حاجه بيحتاجها من الخروف. بيحتاجها اكتر من حاجه من الخروف. في اللي هي الموزه بيحتاجها برضو، الزبون عايز موزه. الكلامات دي. الضغط السنه دي بقى زي كل سنه على اللحم الضاني؟ او اللحمه بشكل عام؟ والله هو لغايه دلوقتي لسه الموسم ما اشتغلش بسبب الغلا، بسبب الغلا جوه يعني معلش ضعيف. غير كل سنه؟ غير كل سنه. يعني السنه اللي فاتت في نفس الوقت كان في اقبال اكتر. كنا كل يوم بنذبح 15 خروف 20 خروف. فالدنيا هاديه. بتاع 7 8 بس في اليوم. الدنيا هاديه جامد يعني. الكبده والحاجات بتاعتها دي موجوده عندك؟ ممكن نشوفها؟ عارف. ده القلب بتاعه تمام. دي لازم يفتحوها كده في السلخانه مش لازم كده؟ الدكتور لازم يكشف عليها. وهنا برضو والقلب ده لازم برضو الدكتور يكشف عليها. دي حاجات بلدي طبعا وباينه لانها حاجات ضاني. لو فيها سيستة او فيها اي حاجه الدكتور بيعدمها ما تطلعش اصلا. لو فيها اي مثلا اي طب تجي لك من السلخانه كده مسموح بيها ان هي سليمه ما فيهاش اي حاجه يعني؟ ده الدكتور كشف عليها. طبعا. ده القلب ودي الكبده. ده الكبده حتى برضه هي مكشوف عليها. بس اهي مكشوف عليها، مقطوع عليها مكشوف. حتى الكلوه برضه الدكتور بيكشف عليها برضه زياده امان. اهي بصي اهي برضه مقطوع ومكشوف عليها. بكام كيلو كبده؟ انا هنا ببيعها ب 170 جنيه برضه زي اللحمه. هي زي اللحمه بالظبط. زي اللحمه انا هنا ببيع ب 170 يعني سوى جمله قطاعي ببيع ب 170 جنيه. ان في ناس ثانيه بقى عشان بسبب الغلا ده بتبيع ب 190 ب 200 جنيه. تمام. غلا. انت يعتبر في منطقه شعبيه فبرضه يعني شعبية لازم تهود في السعر شويه يعني. بعدين احنا هنا معروفين كل سنه. ضاني بس انت شغال ضاني بس. طول السنه معروفين. ليه جزارين الضاني في السويس مش كتير؟ يعني كام واحد بس كده؟ والله هم حاليا احنا بص احنا هنا اتنين مع بعض. بيت السلام السيد وبيت عشرة. بس في المنطقة. مسؤولين على السويس تاني. الضاني بس. ضاني وماء. ضاني وماء. انما بيت الناس التانية اللي هم اللي العجالي مثلا بياخدوا لهم خروف. فين؟ ايوه. وبياخدوهم مننا احنا كمان يعني. انتوا متخصصين. متخصصين بالكلام ده بياخدوا مننا. انا وجبت احساس كلها بتتاخد مننا. الكبده بقى بتاعت البرقي بتختلف عن الكبده بتاعت البلد دي؟ يعني انت بتعرف تفرقها؟ بتبقى صغيره شويه. اوريها لك تعالى. موجوده برضه. موجوده في الخروف كمان. موجوده جوه الخروف. موجوده في الخروف. لسه ما اتشالتش. ما شاء الله. دي اصغر شويه طبعا. اصغر ايه؟ ومتهيألي ما بيبقاش فيها زفاره زي الثانيه شويه. لا ما فيهاش الريحه يعني. لا لا. إيه؟ حتى برضه مكشوف عليها يعني بصي مفتوحه ومكشوف عليها. عم غريب كل الحاجات دي جابها طبعا من السلخانه يعني جاي بيها ذابحها هناك؟ ذابحها هناك. انا اصلا ما بذبحش غير السلخانه حتى لو الجيم لو في حاجه. انا عن نفسي بقول للدكتور اعدمه. بناخد بدل اعدام يعني مثلا حاجه يعني ممكن ايه ربع ثمن الخروف. المدريه. ايه ده ليكوا بدل بتاخدوه؟ لينا. بنصرف بتاع تعويض اسمه تعويض. يعني بناخد مثلا لو الخروف مثلا ثمنه مثلا 5000 جنيه بناخد حاجات بسيطه يعني مثلا 1000 جنيه 1000 جنيه. تعويض ان هو يعني ده في مشكله واتعدم. بس انا برضه ايه يعني هو من عندي مزري بقول ربنا يعوض عليه. هو من عند واحد تاجر واخده بقول له بتصل بيه بقول له بس خروف اتعدم اهو. هو ممكن يشيل النص وانا النص. يعني برن عليه بعرفه. بقول له خروفك والله طلع فيه مرض. اتعدم في السلخانه هو ايه؟ بيتكلم الدكتور واساله. لان صح مش ذنبك. فاهماني؟ فانا المهم برضه يعني بشيل النص. طبعا سلخانه السويس من اقوى السلخانات على مستوى الجمهوريه. ما بيتهاونوش في اي حاجه خالص يعني. الضباط فيها والدكاتره اللي فيها برضه بيكشفوا بجد بالله. ما فيهاش مجامله ولا فيها مثلا يقول لك خد الخروف وامشي ولا الكلام دي لا. ان دي امانه. قول لي يا عم غريب بقى اللحم الماعز ده حلو في ايه؟ بيبقى لحمة شوية. وسعره؟ سعره برضه انا ببيعه زي الفل 170 مفيش فرق يعني. لا في ناس بقى بتبيعه ب 200 جنيه. الناس اكتر هنا الاقبال على ايه؟ على اللحم الماعز ولا الخرفان ولا ايه؟ عامة
يعني في ناس مثلا معلش عندها السكر والضغط ما بتستحملش السمين، فعايزين حاجه خفيفه. فبديهم ماء دسم كتير. يعني انا معود زبون على كده، على كذا زبون معروف الحمد لله، يعني غالبا انت عارف طلبنا، فبديهم اللي هو مثلا الماء اللي هو الماء ده اللي هو دوت، فعشان بيبقى خفيف برضه ايه في اللحم حتى لو كان ما يتضرش. الماعز ده بيتباع صاحي بالوحده مش بالكيلوهات يعني؟ لا انا ببيع بتبقى بالفوق. بالشروه؟ لا صاحي صاحي، لا بالميزان برضه. في ناس بتبيعه بالشروه، في ناس بتبيعه شروه كده، بس الاضمن الميزان. اضمن الميزان، اضمن حاجه دي، عشان لو خده غير كده يبقى غالي عليه. الخرفان بتاعتك دي بقى بتجيبها من مكان معين ولا ايه؟ مش من مكان معين، يعني انا مثلا بجيب من الدهان من الصعيد من الشرقية، أنا مربي عندي شوية طبعا، أنا الزريبة عندي مش هتكفي، فبضطر أشتري من بره، إن أنا مش هقدر إن أنا أكفي مثلا. وعندك مفروم برضو؟ لا مفروم لا، يعني الناس بقى تاخد وتفرم بره. اللي عايز يفرم ضاني يعني، اللي عايز يفرم ضاني بيجيب لحمة خشن، بياخد الحتت اللي هي زي كده اللي هي مثلا دي بتبقى من غير عظم، خلينا من هي أوريها لك. دي بتبقى مشفية، دي ما فيهاش عظم خالص، اللي هي مثلا مؤاخذة اسمها السرة. دي اسمها السرة. ياخدها يفرمها مع الخشن اللي هي اللحم العجاني. مع الخشن تبتدي تسخن. تبدا ان هي تبقى ضاني، حتى برضه في الكبدة برضه يعني. بس هو ممكن اقول لك برضه الكبدة. الكبدة لسه طازة، هيبقى حلوة. امسك كده. امسك كده. ما شاء الله. الكبده بتاعتها هي لسه في قلبيها؟ في قلبها، حتى مكشوف عليها برضه هي. تمام. مكشوف عليها بس يعني موثوق منها 100%. ده كشف عليها الطب البطني. ودي برضه بص حضرتك اهوت برضه على غفله الكلوه مكشوف عليها. ودي بس انا خايف في طب بطني بيكشف. شوف عليه برضه. في طرق غش يا عم غريب في اللحمه دي. في غش. ايه غش؟ ما عندهاش ضمير. ايه بقى؟ ايه طرق الغش؟ عجبك الفيديو؟ ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.